الناس الزوينين جينا ليكم اليوم واحد الشقه اللي كنت واجد من منطقه سدرحال الشاطئ. شوف معايا بشحال طالعه من درجه، 5 درجات على الارض. هذا هو لونطري ديال الشقه، شوفوا لونطري، اللهم بارك، لونطري ديال لابارتمون. فيها جوج بيوت نعاس، صالون كبير، كوزينه وحمام. هذا هو الصالون، شوف معايا الصالون، اللهم بارك، جاب هاد المساحه الرائعه. نمشيو من الصالون، غادي نمشيو لا شومبر ديال الوليدات اللي جات اون فاس مع الصالون. شوف معايا لا شومبر ديال الوليدات اللي جات كبيره ومتسعه، اللهم بارك. لا شومبر ديال الوليدات، غندخلو نشوفو من زاويه اخرى، نشوفو لابارتمون مزيان. شومبر ديال الوليدات هي هادي، غنمشيو من لا شومبر ديال الوليدات غادي نمشيو لا كويزين ايكيبي اللي جات لاصقة على لا شومبر. ديال الوليدات لا كويزين اللي جات ايكيبي و جات معزولة، بلاكارات ديال العود. شوفوا معايا لاكور ديال الشقة اللي جاي بمساحة كبيرة، لاكويزين. غنمشيو من لاكويزين غنمشيو للحمام الرئيسي ديال الشقة اللي جا اون فاس مع لونطخي ديال لابارتمون. على لونطخي ديال لابارتمون وهذا كاينه الحمام الرئيسي اللي جا اون فاس مع لاكويزين. شوفوا معايا الحمام الرئيسي ديال الشقة اللي هو هذا، هذا الحمام الرئيسي. نجا بهذه المساحة كبير وتيسع. غادي نمشيو لا شومبر بارونتال اللي هي الاخيره هنا، لا شومبر بارونتال، ومبارك، جات كبيره ومتيسه. هاد لابارتمون لي بري ديالها 43 مليون، فيها 60 متر دو شومبر، صالون كبير، كوزينه وحمام. ناس زوينين، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الشقه الرائعه اللي كتواجد من منطقه سدرحال الشاطئ، قريبه لجميع المرافق العموميه حداك البحر، حداك جميع المرافق العموميه. الله يسخر لكم، مرحبا بكم مره اخرى من منطقه سدرحال الشاطئ.